اهلا بكم من جديد مشاهدينا، والان وصلنا الى استعراض اهم ما طلعتنا به الصحف والمواقع الالكترونيه من اخبار. نبدا مع حضراتكم هذه الجوله من بوابه اخبار اليوم. مفتي الجمهوريه يشيد مبادره حياه كريمه ويدعو الجميع للمشاركه فيها، حيث اشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه ورئيس الامانه العامه لدور وهيئات الافتاء في العالم بالاهتمام البالغ والتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتنائه بتوفير الحياة الإنسانية اللائقة للمواطنين والعمل على تطوير قرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين. ودعا مفتي الجمهورية في بيان له أمس جموع المصريين بالخارج للمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم إطلاقها لتحقيق التكافل والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد. وأشار فضيلة المفتي إلى أن هذه المبادرات الرئاسية تشجع أبناءنا من المصريين بالخارج لدعم هذا المشروع القومي الذي يتم تنفيذه والذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة ولا سيما القرى الأكثر احتياجا، مما يعود بالنفع والحياة الكريمة على أبناء الوطن. ومن هذا الخبر نذهب إلى بوابة الأهرام، وخبر بعنوان وزير النقل يتفقد العمل بعدد من مشروعات الطرق والكباري غرب الإسكندرية. التفاصيل بتقول تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي ودوران للخلف على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أو هيسمى دوران برج العرب، في إطار متابعة تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية والتي تدخل ضمن مشروعات توسعة الطرق الصحراوية ومحور التعمير، والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية بغرب الإسكندرية وانسيابية حركة الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، وكذلك المساهمة في تسهيل حركة الشاحنات من وإلى مدينة برج العرب. وأوضح الوزير خلال جولته أن المشروع بيتكون من إنشاء كوبري جديد أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للقادم من الإسكندرية للعودة إلى اتجاه الإسكندرية، وذلك بديلا عن الدوران للخلف السطحي والذي يتسبب في تكدس مروري بالطريق الصحراوي. ونذهب إلى روزا اليوسف رئيس الوزراء يهنئ وزير الإسكان بفوز هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة، حيث هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان. كما هنأ رئيس الوزراء جميع العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفوزهم بهذه الجائزة القيمة عن جدارة واستحقاق، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية أولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اهتمامه ورعايته، واتضح هذا من المهام الكبرى التي تكلف بها الهيئة، وكذا إشادته أكثر من مرة بما تنفذه الهيئة من مشروعات خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تعد إحدى الآليات المهمة التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازا بكل المقاييس، سواء في مشروعات البنية الأساسية أو الإسكان والخدمات المختلفة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة وكذا الاستثمار، مؤكدا استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضرية مخططة. ومن هذا الخبر نذهب إلى الوطن، وخبر بعنوان الصحة تحدد الفئات المسموح بحصولها على لقاح فايزر في مصر. تستقبل وزارة الصحة والسكان قريبا الشحنة الأولى من لقاح فايزر في مصر، مشيرة إلى أنه جرى حل أزمة ثلاجات التبريد لحفظ الجرعات عن طريق التعاون مع منظمة اليونيسف بحصول مصر على 63 ثلاجة مجانية بقدرة استيعاب تصل إلى 620 ألف جرعة. وفي منشور توعوي صادر عنها حددت وزارة الصحة والسكان الفئات التي يمكن أن تحصل على لقاح فايزر في مصر، وتشمل المسافرين للخارج بغرض العلم أو العمل أو الزيارة الخاصة إلى الدول التي تشترط على الراغبين في الدخول إليها الحصول على لقاحات معترف بها عالميا، بالإضافة إلى جميع الفئات من المعلمين والأطقم الطبية. كما يمكن تطعيم أطفال بلقاح فايزر من سن 12. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك بعض الأعراض الجانبية للقاح في مصر، وهذه الأعراض تشبه لدرجة كبيرة الأعراض الجانبية لباقي اللقاحات.
ونقرأ من الجمهورية وزيرة التضامن تعزيز صحة المرأة على رأس أولويات الدولة، حيث أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنتدى العربي لصحة المرأة تحت شعار المرأة والسرطان من الوقاية للتعافي يسلط الضوء على أحد أهم أولويات الدولة المصرية وأهم محاور حقوق الإنسان، ألا هو تعزيز صحة المرأة بكل فئاتها، مؤكدة على التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم ومساندة منظمات المجتمع الأهلي العاملة في مجال صحة وتنمية المرأة المصرية تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة بشأن حماية المرأة وفي تنمية الأسرة وفي التمكين الاقتصادي. وأشارت إلى أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجهها بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق رؤية مصر لحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وصون حمايتهم الاجتماعية. وأكدت على دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع الأهلي المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان يمثلان العناصر الأساسية لاستثمار في البشر. وتابعت أن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع الأهلي المصرية يشمل كافة قطاعات التنمية بما يشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل المنظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية. ومن الجمهورية نذهب إلى اليوم السابع، ومحافظ بورسعيد المحافظة أصبحت الأولى رقميا بمصر وتخصيص 54 مصنع للشباب. التفاصيل بتقول قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن منطقة شرق بورسعيد منطقة تنموية متكاملة، وتم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة تستهدف جذب المستثمرين إليها، مضيفا إلى أن بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر والمنظومة الرقمية تحارب الفساد، مشيرا إلى أن المحافظة بها 117 خدمة إلكترونية منها 40 خدمة تابعة لوزارة التنمية المحلية. وحلم تطبيق التأمين الصحي الشامل كان حلما لكل المصريين، وتلقيت العلاج من هذه المنظومة. ومشاهدين، اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، وعدد من قيادات الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. صرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهورية، وقد وجه الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تشمل شرايين حياة وتنمية، وبالإضافة إلى تحقيق سهولة ويسر للحركة للمواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الأمر الذي يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة.